كنا اتكلمنا على اللود ديستريبيوشن المره اللي فاتت بعد ما خلصنا الديزاين، واحنا قلنا الكونسيبت بتاعتنا ان انت اول حاجه محتاج حضرتك يبقى عندك المبنى، والمبنى ده عاوز تصمم الكاميرا، عاوز تصمم البلاطه، عاوز تصمم اي حاجه، فانت محتاج الاحمال اللي موجوده على الكاميرا دي قد ايه عشان تاخد الاحمال دي، تبدا ترسم منها المومنت والشير فورس دياجرام والنورمال فورس دياجرام لو انت عاوزه، وتبدا تعمل ديزاين. والديزاين زي ما احنا قلنا وانتوا حليتوا في كانت المساله الثانيه اللي جات لكم في الامتحان اللي فات ده، ديزاين يعني انت حضرتك بتجيب دبس الكاميرا قد ايه، وبتجيب التسليح اللي جوه الكاميرا قد ايه. خلاص، احنا دلوقتي هناخد ازاي نحسب بقى اللود ديستريبيوشن. اللود ديستريبيوشن على سبيل المثال احنا قلنا لو انا عندي مبنى اللي على ايدنا اليمين دوت بيكون من بلاطه وكمر واعمده وفاونديشن، الحمل بيمشي ازاي؟ الحمل حضرتك بتاع البلاطه ده بيجي يمشي، البلاطه دي في منها نوعين، يا اما بلاطه وان واي يا اما تو واي. يعني ايه وان واي؟ يعني تنقل الحمل بتاعها في اتجاه واحد. طب تو واي تنقل الحمل بتاعها في اتجاهين، اللي مرسومه قدامي دي تو واي. خلاص؟ فبتنقل الحمل بتاعها على القمر، والقمر بينقل الحمل بتاعه على الاعمده، والاعمده بيودي على الفاونديشن. وابتدينا نتكلم بقى على انواع البلاطات اللي موجوده عندنا. قلنا انواع البلاطات، في عندي اول حاجه اسمها وان واي سلاب، البلاطات اللي هي شغاله في اتجاه واحد، دي معناها ان الحمل بتاع البلاطه ما بينقل مسنود على كمرتين اللي هم في الجنب دول، عشان كده الحمل بيمشي فين؟ في الجنب. وعشان كده بحط الحديد حتى بتاع البلاطه الرئيسي اللي هو بيبقى ماشي مع الحمل اللي انتم شايفينه ده. طب النوع الثاني من البلاطات لو تفتكروا قلنا تو واي سلاب، البلاطات اللي هي ثنائيه الايه؟ الاتجاهات. خلاص؟ فديت الحمل بتاع البلاطه بيروح في اتجاهين، بيروح في اتجاه اكس واتجاه واي، والحمل بيتنقل في الاتجاه ده والاتجاه ده، وبحط الحديد الرئيسي بتاعي في الاتجاهين، وهكذا زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي قدامنا. النوع الثالث ودي اسمه كانتليفر سلاب، والكانتليفر سلاب ده هو احد انواع الوان واي سلاب. طب يعني هو سبيشال كيس، ان الكابول اللي طالع عند حضرتك في البلكونه او اللي انت بتقف عليها دي بيبقى هو متشال بس ناحيه المبنى، ناحيه الكاميرا، ناحيه المبنى، الناحيه الثانيه تبقى حته طايره منها للجو كده، ما فيهاش اي كاميرا ولا هنا ولا هنا شايلها. فالطبيعي ان الحمل نفسه هيمشي كله على الكاميرا اللي ايه؟ اللازقه في المبنى ده. فده اسمه وان واي سلاب. طيب اما نيجي نرجع بقى للبلاطات، او البلاطات اللي هي وان واي سلاب اللي هي زي دي كده، دي معناها زي ما قلنا كده ان حضرتك ان البلاطه دي بتتقسم نصين بالشكل ده، نص منها بيروح هنا، نص منها بيتشال على الكاميرا دي، والنص الثاني بيروح هنا بيتشال على الكاميرا دي، زي ما احنا رسمناها كده في الرسمه اللي قدامك، ان في البلاطه اتقسمت نصين، نص راح هنا ونص راح هنا. عشان كده لو انت خدت بالك انا رسمت لك اكن ده كده ايه، جزء كده لوحده اللي شايلاه الكاميرا اللي هنا، والجزء ده اللي شايلاه الكاميرا اللي قصادها الناحيه الثانيه. خلاص؟ بس ده المساحه او شكل البلاطه اللي راحه للكاميرا، مش حمل. فرسمنا بلان بقى للكلام ده، يعني اكننا بصينا في المسقط الافقي بتاعها من فوق، اكننا بصينا كده هنشوف ايه البلاطه، هنشوفها شكلها كده، وبعد كده اتقسمت نصين، يعني النص ده بيروح لهنا والنص ده بيروح هنا، بيعلمك ازاي يعني تقسيمه ازاي، فعشان كده ايه برضك بيقسمها لك بشكل. فالكاميرا دي شايله قد ايه؟ نص البلاطه، يعني شايله الحته دي كلها. طب الحته دي قد ايه؟ لو دي كلها ال اس، ال شورت يعني، يبقى دي ال شورت على الاثنين. يبقى لو انا خدت الكاميرا دي وطلعتها بره، خدت الكاميرا دي وطلعتها بره كده، عباره عن ايه؟ الكاميرا دي متشاله على عمود من هنا، فيعتبر العمود ده بالنسبه لها سبورت، ومتشال عمود الناحيه الثانيه، فالعمود الناحيه الثانيه ايه؟ سبورت ليها. وشايله قد ايه من البلاطه؟ شايله المستطيل، شايفين المستطيل ده كده؟ المستطيل ده هو اللي اتحط هنا دوت. البعد بتاعه قد ايه؟ ال شورت على 2، يبقى ده. فانا كده حولت البلاطه، شلتها وحطيتها على الكاميرا. انت متعود زمان كده، انت بيجي لك في الاستراكشر كاميرا سيمبل بيم عليها حمل موزع قيمتها دبليو، وده ال كنت بتحسب المومنت دبليو سكوير على 8 بس، وبعد كده تاخد المومنت ده تصممه، يعني تجيب القطاع. طب انا بقى اللي قدامي ده هي نفس البلاطه اهي، نفس الكاميرا اهي،
بس الحمي ده مش حمي موزع، ده مستطيل بتاع ايه البلاطه، لازم احوله بقى لدبلو. هنعرف كمان شويه ازاي نحوله لحمل بقى، لان دي مساحه احولها لحمل، هنعرف كمان شويه. طيب قبل ما نخش بقى بكده، هنيجي بقى على لو الكاميرا بتاع لو البلاطه بتاعتي عليها 4 كاميرات، ماشي، فمتشال على 4 كاميرات، والطول الكبير اللي هو ال، يبقى ال ده دايما اسمه الطول الكبير، وال اس ده اللي هي شورت لينث اللي هو الطول الصغير بتاعي. خلاص، لو الطول الكبير على الطول الصغير اكتر من 2 او اقل من 2، يعني مثلا لو الطول الكبير ده على الطول الصغير عندي ممكن يطلع اكتر من 2 او اقل من 2 او يساوي 2. الكود المصري قال لك ايه؟ قال لك اول حاجه لو الطول الكبير على الطول الصغير دوت اكتر من 2، خلاص يبقى البلاطه دي وان واي سلاب. طب لو الطول الكبير على الطول الصغير اقل من 2 او يساوي 2، يبقى البلاطه دي ايه؟ تو واي سلاب. يعني حتى واحد يقول لي طب يعني البلاطه لو متشال على 4 كمرات تبقى وان واي سلاب؟ تبقى وان واي سلاب لو الطول الكبير على الطول الصغير اكتر من 2، فالحمل بيستسهل ويروح للايه؟ الاتجاه الصغير، فتبقى وان واي سلاب. لو اقل من 2 او تساوي 2 يبقى تو واي سلاب. المفروض الكود بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت الطول الكبير ده تضربه في فاكتور اسمه ام وام داش. خلاص، ام ده لو البلاطه في، لو الطول الكبير ده مستمر من ناحيتين، يعني لو في بلاطه يمينها وشمالها، او في بلاطه يمينها بس وشمالها لا، او العكس، او ما فيش ايه يمين وشمال، يعني لو دي كده لو انت بصيت البلاطه دي ما فيش حاجه هنا ولا في حاجه هنا، يبقى ام بواحد. طب لو هنا في بلاطه وهنا ما فيش بلاطه، يبقى الام بوين 7 او بوين 8 او بوين، يعني ليها رقم يعني. طب لو في بلاطه هنا وبلاطه هنا، يبقى الام ليها كذا. بس احنا قلنا انت تبقى فاهمها، انما تسهيلا للحل انت اعتبر ال الكبير على ال الصغير على طول، واخد بالك؟ يعني بلاش تكتب ام وام داش، مش تفرق معانا، هي دي الارقام. لو مستمر، لو ما فيش حاجه يمينها وشمالها ما فيش حاجه، هنا لو ممتده من ناحيه والناحيه الثانيه لا، يبقى بوينت 8 7، لو ممتده من ناحيتين بوينت 7 6. احنا هناخدها على طول تسهيلا للحل، الطول الكبير على الطول الصغير على طول، خلاص؟ وهكذا. دكتور ممكن الحته تاني دي تاني؟ اخر انا حته. اخر حته احنا قلنا ايه النسبه اللي تعرف هي 1 واي ولا 2 واي، الطول الكبير على الطول الصغير. المفروض الكود بيقول لك اضرب الطول الكبير في فاكتور، فاكتور ده اللي هو ايه؟ لو البلاطه دي ما فيش يمينها وشمالها خد الفاكتور ده بواحد. طب لو البلاطه دي في يمينها بلاطه وشمالها لا، خدها بوينت 8 7، يعني مستمره من ناحيه واحده. طب لو مستمره من ناحيتين البلاطه، خد الام ديت بوينت 7 6، وهكذا. خلاص، احنا بنقول بقى تسهيلا للحل اعتبر ام وام داش بيساوي ايه؟ واحد على طول، يعني اقسم الطول الكبير على الطول الصغير، شوفوا اقل من 2 ولا اكتر من 2 وخلاص على كده. خلاص، لو اكتر من، لو ال كبير اهو اللي انا كاتبها هنا دي، لو ال كبير على ال الصغير اكتر من 2 وان واي، لو اقل من 2 او يساوي 2 تو واي سلاب. خلصت كده، خلاص اهو دي اللي احنا قلناها. لو الطول الكبير على الطول الصغير اقل من او يساوي 2، يبقى البلاطه نفسها تتقسم 4 حتت، 1 2 3 4، كل كاميرا هتاخد ايه؟ حته منها اللي هي تو واي سلاب. طيب ازاي بقى نعملها؟ بتتقسم ازاي؟ يعني التقسيمه دي بتحصل ازاي؟ قال لك التقسيمه دي بتيجي ازاي؟ لو احنا بصينا للبلان، بتيجي عند كل ركن من البلاطه تعمل زاويه 45 درجه، 45 درجه و45 درجه يتقابلوا في نقطه، ومن الناحيه الثانيه 45 درجه و45 درجه يتقابلوا في نقطه توصل النقطتين دول ببعض. يبقى اذا الكاميرا دي شايله شبه منحرف ده، والكاميرا دي شايله المثلث ده، والكاميرا دي شايله الشبه المنحرف ده، نفس الكلام المثلث ده متشال على دي. طب يبقى اذا بي 1 دي اطلعها انا بره اهي لوحدها متشاله ايه؟ شبه منحرف، حطينا شبه منحرف. ارتفاع الشبه المنحرف كام؟ اهو ارتفاع الشبه المنحرف كام؟ اللي هو نص المسافه دي كلها اللي هي دي الحته دي نصها اللي هي ال شورت على 2. خلاص؟ نعرف نجيب العرض الصغير ده يا شباب ولا لا؟ نعرف نجيب ده ولا لا؟ من هنا. هنعرف ازاي؟ اقول ال كلها الطول ده كله خلاص، ونقص منه الحته دي ونقص منها الحته دي يديني الباقي. طب الحته دي بكام؟ الحته دي كام؟ ارتفاع المثلث ده بيبقى نص القاعده على طول، يعني لو ده 5 يبقى ده 2.5. خلاص؟ لو ده ال شورت يبقى ده ايه؟ الحته بتاعت ارتفاع المثلث ده ال شورت على 2، والناحيه الثانيه ال شورت على 2. طبعا هتبقى الحاجات دي بالارقام، يعني دي 8 ودي 7 فتبقى ارقام قدام عينك، فتعرف تجيب ايه الشكل ده. طب بي 2 بقى، بي 2 شايله ايه؟ بي 2 شايله شبه مثلث اهو، مثلث اهو. ارتفاع المثلث كام؟
اللي هو اللي احنا قلناه نص القاعده، يعني ده ال شورت يبقى ال شورت عندنا. بس اللي احنا شايفينه ده قدامنا ديت مساحات، مساحات البلاطه اللي متشاله على الكاميرا. انا محتاج احول بقى المساحات دي لايه؟ لحمل موزع. يعني اخد الكاميرا بي 1 دي واحول الكلام ده لحمل موزع عشان اجيب منه المومنت، وامسك الكاميرا بي 2 دي هعمل لها ايه؟ نفس الكلام، احولها لحمل موزع عشان اجيب منها المومنت. هنعرف كمان شويه ازاي نحسب الكلام ده. خلاص ده اللي نرجع بقى نقول ال على ال شورت اكبر من 2، احنا اتفقنا تبقى 1 واي سلاب. واحد يقول لي 1 واي سلاب يعني ايه؟ يعني الحمل ده بيتقسم هنا وهنا. طب واحد يقول لي طب ما في حته صغيره هنا من المثلث. هي بتبقى حته صغيره بتهمل، احنا بنهملها لان بتبقى صغيره جدا، فبنعتبرها مستمره للاخر على طول، فدي شايله نص وده شايله نص على الشكل اللي قدامنا ده. يبقى اذا الكاميرا بي 1 ديت شايله قد ايه؟ شايله نص البلاطه، شايله نص البلاطه، فبتاخدها تحت كده بعتبر العمود ده وبعتبر العمود ده اكنهم سبورتات عندي اهو، واخد المستطيل ده احطه تحت، وال شورت دي تبقى نصها ال شورت على 2 وهكذا. طب الكانتيليفر يا شباب، الكانتيليفر مين اللي شايل الكانتيليفر ده؟ مين اللي شايله؟ هي الكاميرا دي، هي دي بس متشاله على عمود هنا ومتشاله على عمود هنا، فراح اعتبرها كده خط متشاله على عمود ومتشاله على عمود. طب شايله قد ايه من الكابولي ده؟ شايله قد ايه؟ نصه ولا كل الكابولي؟ ده سؤال ليكم يا شباب. شايل الكابولي كله. شايله الكابولي كله بالظبط، يبقى شكل تحط كده مستطيل بالكامل وطوله هو طول الكابولي، يعني ده كده تقول ده طول الكابولي كله خلاص، ومتشال عليها كده. بس ديت مساحه لازم احول دي بعد كده لايه؟ لكاميرا هي هي، بس احول المساحه دي لحمل. هنعرف ازاي كمان شويه، كل شويه بقى اقرا لكم اهو، احولها لحمل عشان ارسم منها المومنت واقول المومنت بيساوي دبليو سكوير على 8. خلاص هو ده اللي احنا عملناه اهو، شايله الكابولي كله، شايله الكابولي بتاعنا كله. طيب ازاي بقى نحسب بقى؟ بص هنخش بقى في الجد اللي هو ازاي نحسب حضرتك، نحول بقى الحاجات دي الاشكال ديت اللي هي ان كان الشكل ده ولا الشكل ده ولا الشكل ده، ازاي نحوله بقى احمال، لان دي مساحات، مساحات بس نصيب القمر من البلاط. ازاي نحسبها؟ هو ده اول خطوه يا شباب نعملها، نحسب رقم واحد الاوزان، الوزن هو المربع اللي عليه معمول بالاخضر ده، هو ده الوزن. عباره عن ايه بقى الوزن ده؟ يعني الوزن اللي موجود على الكاميرا، على اي كاميرا، عباره عن واحد وزن الكاميرا نفسها، يعني لان الكاميرا دي متكونه من خرسانه ليها دبس وليها عرض وهكذا، فنجيب وزن الكاميرا نفسها. اتنين عباره عن ايه؟ الحمل اللي شايلاه الكاميرا، مش الكاميرا دي حضرتك فوقيها كده في الدور اللي فوقيها، انت عامل مثلا مقسم الشقه بتاعتك كذا اوضه، والاوضه دي بتقسمها بطوب، فالطوب ده بيتحط على ايه؟ بيتحط على الكاميرا اللي هو في الدور اللي تحتك. فبالتالي يبقى اذا وزن الايه؟ الحيطه اللي موجوده على الكاميرا دي. ثالث حاجه بقى اللي هي ايه؟ وزن البلاطه اللي جايه على الكاميرا، يعني ايه اللي هو ده؟ دي اسمها دي، عاوز اشوف وزنها قد ايه، او ان كان دي او ان كان ده او ده، يعني وزنها قد ايه بالنسبه للكاميرا. خلاص؟ فاذا المعادله في الاخر هي عباره عن ايه؟ الوزن اللي انت حضرتك هتحطه على الكاميرا دي وتقول دبليو ال سكوير على 8، ده بيجي من المعادله دي. المعادله دي اللي هي ايه؟ وزن الكاميرا زائد وزن الحيطه زائد وزن السلاب. هنمسك كل واحده منهم هنحسبها وبعد كده نجمعها يديك دبليو، تحطها على الكاميرا وتقول دبليو ال سكوير على 8 بعد كده، او تجيب المومنت بتاعك عادي. طب اول حاجه نمسكها وزن الكاميرا، نجيبه ازاي؟ قال لك الكاميرا اللي بتبقى نازله لك من السقف دي بيبقى ليها دبس اهو، وفي حته ماسكه في البلاطه، العرض بتاعك اهوت، والدبس بتاعك اللي هو ده كله اسمه تي، وفي سمك البلاطه اللي هو تي سلاب، يبقى الباقي قد ايه؟ التي كلها ناقص التي سلاب، يعني الحته اللي باقيه ديت عشان نحسب الحته دي اسمها تي ناقص تي سلاب. خلاص؟ يبقى الكثافه الخرسانه دي محفوظه 25 كيلو نيوتن على المتر مكعب، تبقى حافظها حضرتك وبتجي لك في الامتحان، حتى ما بتجيلكش في الامتحان دي تبقى انت حافظها. يبقى اذا الاون ويت بتاع الكاميرا دي عباره عن ايه؟ الحجم اما اضربه في الكثافه يديني الوزن. طب الحجم قد ايه؟ يعني ايه حجم؟ الحجم اللي هو ده هو عباره عن البي في التي ناقص تي سلاب اللي هي دي، انا بحسب لي ده
في طول 1 متر، في شريحة 1 متر، خلاص مضروبة في الكثافة اللي هي طلعناها من هنا. فبالتالي خلاصة القانون ده يبقى اضرب البي في التي ناقص التي سلاب، التي كلها ناقص التي سلاب سمك البلاطة مضروبة في جامع كونكريت اللي هي محفوظة ب 25 كيلو نيوتن على المتر مكعب. يبقى ده أول حاجة جبناها لإيه في القانون اللي فات ده، وزن الكمرة. طيب تسهيلا للحل، تسهيلا للحل، أنت ممكن ما تقولش تي ناقص سلاب، تعتبر الإيه إن دي كلها مع بعض، إن الكمرة دي كلها كده مع بعض. خلاص دي تسهيل للحل، يبقى دي كلها الكمرة، فبتاخد التي كلها، فبالتالي بدل ما تعمل القانون اللي فات ده وتقول تي ناقص سلاب، اعتبر دي ايه مش موجوده، قول التي في البي في جامع كونكريت على طول، يبقى التي في البي في جامع كونكريت، يبقى هو ده القانون اللي حضرتك هتستخدمه عشان تجيب وزن الكمره نفسها. تمام. الحاجه الثانيه، واحد يقول لي طب التي اجيبها منين؟ التي دي اجيبها منين؟ ما انا في المساله ما عنديش حاجه، ما اعرفش لسه في الديزاين. مش حضرتك انت معاك الاسبان بتاع الكاميرا ديت؟ معاك الاسبان اسمه ال. هتقول ال دي تقسمها على 10 بس، يعني واحد، يعني لو ال دي، لو المسافه او القانون اهو، السمك ده بيساوي الاسبان على 10 لو كاميرا سمبل بيم. لو كاميرا بقى ايه مستمره، يعني اسبان مع اسبان مع اسبان، تاخد اكبر اسبان وعلى 12. طب لو كاميرا مع كانتليفر، يبقى الاسبان اكبر اسبان ده على 12 او طول الكانتليفر على 5. خلاص يعني التي. طب لو انا مش عاوز استخدم الجدول ده، هتقول في اول المساله اسيوم التي بتاعتي 60 سنتي، مش هتفرق معاك، لان انت بعد كده هتصممهم، بتفرضها فرض مبدئي، ده اسمه فرض مبدئي، وبعد كده انت في التصميم هتجيب الايه؟ السمك الحقيقي. يعني انت ممكن ما تعملش الجدول ده خالص، انت هتقول هنا في القانون التي دي اسيوم التي بوينت 6 على طول، يعني 60 سنتي. خلاص؟ وتبدا تعوض وتفرض البي 25. خلاص؟ والجاما كونكريت ب 25، يعني 0.25 ودي 25، تعوض في القانون على طول في ثواني. خلاص؟ الحاجه الثانيه بقى، وزن الحيطه اللي فوق الكاميرا اجيبها ازاي؟ قال لك وزن الحيطه بنفس المبدا، اضرب الكثافه في الابعاد يديني وزن. هو القانون ده ملخص القانون اللي هو ده. يبقى تقول عرض الحيطه، عرض الحيطه، طب بكام عرض الحيطه؟ ما عرض الحيطه بيبقى هو نفس عرض الكاميرا. وشايفين انتوا الرسمه اللي قدامكم دي يا شباب؟ بص الكاميرا اهي اللي انا كنت بصممها من شويه، فوقيها فين؟ الحيطه اللي فوقيها، والبلاطه هنا، يعني اهي عشان يقول لك ادي الكاميرا شايله ايه فوقيها؟ شايله وزنها اللي هو ده، شايله وزن البلاطه، شايله وزن الحيطه اللي فوق. طب عاوز اجيب وزن الحيطه، يبقى وزن الحيطه اعمل ايه؟ اجيب عرض اضرب عرض الحيطه في ارتفاع الحيطه في كثافه الحيطه. طب ارتفاع الحيطه اجيبه منين؟ ارتفاع الحيطه عباره عن ارتفاع الدور كله اللي انت حضرتك واقف عليه كده اللي هو 3 متر، وتنقص منه سمك الايه؟ الكاميرا اللي فوق، لان دايما الحيطه بتبقى تحت الكاميرا. يعني لو انا قلت لك ارتفاع الدور 3 متر وسمك والكاميرا بتاعتك اللي ساقطه ديت 60 سنتي، يبقى ارتفاع الحيطه 3 متر ناقص 60 سنتي، يبقى 2.4. يبقى ده تاني قانون حضرتك هتعوض فيه عشان تعوضه هنا، عشان تدخله هنا. يبقى انت جبت الوول كده، جبت دي. ناقص بقى السلاب، اجيبهم منين بقى؟ السلاب يا شباب، قال لك السلاب دي بقى قصه تانيه بقى. ليه؟ البلاطه دي فيها كذا حاجه. وزن السلاب ده عباره عن الخرسانه، السقف الخرسانة، ده السقف بتاع الخرسانة. وبعد ما حضرتك بتعمل السقف بتيجي على الدور بقى اللي فوق، يجي بقى لو واحد عاوز يسكن فوق بيبدأ يشطب، يروح حاطط ايه؟ طبقة الرمل والاسمنت ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد كده يحط السيراميك بتاعه من فوق. فده كده اسمه فلورين كفر. يبقى اذا الخرس البلاطة قبل، واما اول ما بتصبها دي اسمها الديد لود بتاع البلاطه، او الحمل الميت، او السم، او وزن البلاطه. وبتحط عليه من فوق فلورين كفر. فلورين كفر ده التشطيبات اللي انت بتشطب من فوق وهكذا. خلاص؟ طب وزن البلاطه او سمك البلاطه اسمه تي سلاب. خلاص؟ وبعد كده التشطيبات دي انا هديها لك، بقول لك فلورين كفر، لان بتختلف من مساله للثانيه، حسب واحد بيشطب السيراميك، واحد رخام، واحد ميزايكو، واحد يعني كل واحد بيختلف عن التاني. فعشان كده القانون في الاخر هو القانون ده. يبقى وزن البلاطه عباره عن ايه؟ سمك البلاطه واضربها في جمع في الكثافه اللي هي ب 25، وسمك البلاطه ده حضرتك هتفرضه او انا مديهولك، زائد الفلورين كفر انا هديهولك في المساله اللي هو التشطيبات اللي بتتحط من فوق. انا هاجي في المساله اقول لك الفلورين كفر بيساوي كذا.
زائد اللايف لود اللي على ايه؟ البلاطه من فوق، اللي حضرتك بقى هتعيش فوق وتقعد تتحرك تحط العفش بتاعك وهكذا. ده اللايف لود. اللايف لود ده طبعا بديهولك في المساله، وده بيبقى طبقا للكود المصري. خلاص، يبقى انت عندك وزن البلاطه بيساوي تي سلاب في جاما كونكريت زائد فلورين كفر زائد اللايف لود بتاعك، يبقى ده هتعوضه يديك سمك، يديك وزن البلاطه لوحدها. خلاص، اللايف لود انا هديهولك في المساله اتفقنا، بس هو الكود بيقول لك اهو لو اللايف لود بيختلف، لو كان مبنى سكني غير مبنى اداري او مدرسه مسرح او لو كان مخزن، كل حاجه بيبقى ليها رقم. لو انا ما اديتهوش خالص يبقى 2 كيلو نيوتن على المتر مكعب. دي في البيوت العاديه، البيوت السكنيه بتاعتي. خلاص، طب ازاي بقى نحدد بقى الاوزان؟ اعمل اول حاجه، مش احنا في حاله الكانتليفر دي قلنا الكاميرا دي شايله ايه؟ شايله العرض كله بتاع الكابولي، لان هي كلها بتروح هنا. فانا المعادله هعدلها تاني، المعادله اللي احنا كنا عاملينها من شويه دي، المعادله دي اللي هي دي، بص انا هعمل هي نفس المعادله. خلاص، بس وزن السلاب هعمل فيه ايه؟ اه اللي هي قدامي ده، هقول ايه بقى؟ الاون ويت بتاع الكاميرا عرفنا ازاي نحسبه، ووزن الحيطه ازاي هنحسبه. طب البلاطه بقى عباره عن اضرب وزن البلاطه في الشكل اللي هي شايلاه، الشكل اللي هو ده مثلا هنا اللي هي كانتليفر، تبقى شايله ايه؟ ال سي كلها، يعني شايله المفاتيح كلها، اضربها في ايه؟ في ال سي، لان الوحده هنا لازم تطلع كيلو نيوتن على المتر داش، اما الوحده اللي كانت طالعه لك هنا كيلو نيوتن على المتر تربيع. فانا عاوز اطير المتر تربيع ده عشان يبقى واحد، اضربه في بعد، ايه هو البعد؟ النصيب اللي هي شايلاه من البلاطه قد ايه؟ وهكذا. طيب تاني، يعني لو كانت البلاطه 1 واي وفي متشاله على كمرتين، النص ده بيروح هنا والنص ده بيروح هنا، فاذا القانون بيساوي ايه؟ عشان احوله اهوت يبقى اون ويب بتاع الكاميرا زائد الاون ويب بتاع الحيطه زائد دبليو سلاب. طب الكاميرا دي واخده قد ايه من البلاطه؟ نصها، اروح ضارب في ايه؟ نصها الا على 2. دي في حاله الوان واي. خلاص، نفس الكلام. يبقى انا كده حملت ايه بقى؟ القانون ده الدبليو دي هي دي اللي انا حولتها لايه؟ لحولتها لوزن دبليو كيلو نيوتن على المتر داش. اقدر من هنا ارسم المومنت اقول له ايه؟ دبليو ال سكوير على 8 على طول. خلاص، خلص. خلاص، طب لو كان برضك اربع كمرات وال الكبيره على ال الصغيره اكتر من 2، يبقى 1 واي سلاب زي ما اتفقنا. يبقى اذا الكاميرا بي 1 دي شايله ايه؟ شايله نص، دي شايله نص اللي شورت على 2. يبقى اذا لما اجي اعوض في القانون اقول دبليو بتساوي الاون ويت بتاع الكاميرا زائد الحمل بتاع الحيطه زائد دبليو سلاب اللي انا حسبتها من القانون في مين بقى؟ في نص البعد ده اللي هو ال شورت على 2. وهكذا اخد الحمل ده اروح حاطه على ايه؟ على الكاميرا، تبقى كاميرا سمبل بيم، كاميرا سمبل بيم كده، والحمل بتاعها دبليو. ارسم المومنت واخد المومنت ده اعمله كالمساله اللي انتوا امتحنتوا فيها، تجيب الدبس وتجيب الحديد اللي جواه. هو ده اللي احنا عملناه هنا. خلاص، بي 1 وبي 2 بتضرب في الاحمال بتاعتك. طب لو 2 واي بقى سلاب يا شباب، في مشكله بقى في 2 واي سلاب، هنشوف ازاي بقى. ال 2 واي سلاب اعرفها امتى؟ لو ال كبيره على ال صغيره اقل من 2 او يساوي 2. فكل لو هي اقل من 2 يبقى بي 1 او بي 2 دي هتبقى شايله مثلث ودي شايله شبه منحرف. اه، يبقى بي 1 هتبقى شايله شبه منحرف، ابعاده اللي هي قدامنا دي، ابعاده اللي هي قدامنا دي، وبي 2 شايله ايه؟ شايله مثلث، ابعاده اللي انتم شايفينه قدامنا دي. المشكله بقى هنا، انا عاوز احول الشبه منحرف ده، عاوز احوله لايه؟ لحمل عادي، يعني حمل بالشكل ده. خلاص، احوله لحمل اللي هو ايه؟ موزن. فقال لك عشان احول الشبه منحرف ده لحمل عادي لازم اضربه في فاكتور اسمه الفا او بيتا، الفا او بيتا. نفس الكلام المثلث ده عشان احوله للايه؟ للشكل. في الوان واي كان سهل، كنت بحوله ازاي؟ بضرب، لو نرجع تاني الوان واي، الوان واي كنت سهل عشان احوله من ده لحمل على طول، كنت بضرب في ال 2 ال شورت على 2 على طول نصها، لان انا عارف ان نص البلاطه بيروح على القمر. انما في حاله التو واي بيبقى الاشكال يا اما مثلث يا اما شبه منحرف. فطبعا هحول شبه منحرف ومثلث ازاي؟ ما انا مش عارف هضرب في انهي طول،
فقال لك هم عملوا جدول كده اسمه الفا وبيتا، خلاص بيتم ضرب بقى ايه المساحه ديت في فاكتور اسمه الفا او بيتا زي ما هنعرف دلوقتي، خلاص. يبقى انت مطلوب منك تعرف مين الفا ومين بيتا، خلاص، عشان تضربهم في الشكل بتاعك، خلاص. الفا وبيتا بجيبهم من الجدول ده، يعني اي بلاطه، اي بلاطه عندك خلاص هتجي لك في المساله. تبدا تمسك ايه، لو هنا لو عندي بلاطه واحده بس هنا، فتيجي بالطول الكبير، عاوز تجيب الفا وبيتا، اجيبهم ازاي؟ اروح جايب الطول الكبير اللي انت عارفه والطول الصغير اللي هو ال شورت، هو هنا مسمي ال شورت في الكود ال 2 اكس، يعني ال شورت هنا 2 اكس، وال كبير ال، يبقى اقول ال على 2 اكس او ال شورت هيديني رقم، هيديني رقم يا اما 1 يا اما 1 و1 يا اما 1 و2 حسب بقى ما يطلع. لو حاجه ان بتوين خد الاقرب منهم يعني. فيبدي قصاد الواحد ده ولا قصاد الرقم اللي يطلع، اما تقسم ال كبير على ال الصغير هيطلع مثلا 1.5 مثلا. يبقى اذا دي الفا، تاخدها كده وتكتب لي الفا بتساوي 0.853، وبيتا هنعرف ايه بتساوي كام دلوقتي، وهكذا. طيب اعمل بيهم ايه بقى؟ الفا ديت بستخدمها عشان ارسم منها المومنت، وبيتا بستخدمها عشان ارسم منها الشير، وهنشوف كمان شويه ازاي نعملها. خلاص، وده جدول بيلخص لك يعني ايه لو كان شبه منحرف، يعني بدل ما تقعد تعمل حاجات سيمبل يعني. لو كان لو كان مستطيل اللي في الوان واي كان الفا وبيتا بيساوي واحد، عشان كده كنا بنضرب ال شورت على 2 على طول اهو اللي احنا عملناه. طب لو شبه منحرف اخش الجدول واجيب الفا وبيتا، خلاص. لو مثلث بتخش الجدول وتجيب الفا وبيتا، هتطلع بنص، الفا هتطلع بنص او ب2 على 3 وبيتا هتطلع بنص. طب لو يعني هو بس يعني سيبك من الجدول بقى، هو هو الجدول ده هيجي لك في الامتحان، تقسم ده على ده وخلاص، تبدا تخش الجدول تجيب القيمه على طول، خلاص. يبقى اذا الفا وبيتا، الفاكتور الفا وبيتا هي فاكتورز تستخدم فقط تحت عده شروط. اول حاجه ان يكون كل الحمل بين التو سبورتس بالكامل، يعني مثلا الحمل يبقى كده، يبقى من هنا لهنا بالكامل، ما ينفعش يبقى كده مثلا، يبقى حته فيها يعني السبان كده، ما ينفعش يبقى كده يعني هنا ما فيش وهنا فيه، لازم كله بالكامل موجود من اوله لاخره، خلاص. رقم 2 ان يكون شكل الحمل كما هو، كما في الاشكال السابقه في الجدول، يعني لازم الاشكال تبقى موجوده زي دي كده، الشكل كده الماكسيمم في النص يعني، يعني مثلا الماكسيمم هنا في النص، الماكسيمم في النص، وهكذا. واذا لم تتوفر بقى الشروط دي، ممكن بدل ما تستخدم الجدول في طريقه ثانيه هقولها لك في الاخر، حاجه اسمها سمشن اريا على الاسبان، يعني انت ممكن اساسا ممكن اخليك ما تستخدمش الجدول، جاست بس تعمل ايه؟ تقسم المساحه دي، تحسب المساحه بتاع شبه منحرف، يعني ايه بدل ما تقول ال شورت على 2 تضرب ايه دبليو سلاب في مساحه البتاع ديت على الاسبان، تحسب المساحه بتاع شبه منحرف دي وتقسمها على ال وتضربها في دبليو سلاب بس، بدل ما تضرب الفا وبيتا، بس هي اقولها لك في الاخر يعني، خلاص. اللي هي دي انا قايل لك سمشن اريا على السبان في دبليو سلاب، حيث سمشن اريا هي مجموع مساحات الاحمال الواقعه بين التو سبورتس، والسبان هو المسافه بين التو سبورتس. طيب يعني على سبيل المثال، مثال كده الشكل ده يتطبق عليه الشروط اللي احنا قلناها دي، اللي هي ايه بقى؟ الحمل من الاول للاخر، من اول السبان لاخر السبان، يبقى انا اقدر هنا استخدم الفا وبيتا. طب هنا لو الحمل مش مستمر في السبان، يعني جاي في حته بس وحته لا، ما اقدرش استخدم الفا وبيتا، استخدم ايه؟ سمشن الاريا على السبان. بصوا سمشن الاريا على السبان واضربها في دبليو سلاب. انما لو كان استخدم الفا وبيتا هقول ايه بقى؟ دبليو سلاب في ايه؟ في ال شورت على 2 في الفا. خلاص؟ انت ممكن تستخدم على فكره حتى في الطريقه دي، في الطريقه دي تقول ايه؟ سمشن اريا على السبان في دبليو سلاب، يعني تقدر تستخدم سمشن اريا على السبان في اي واحده فيهم. طب هنا دي حاجه زي دي ما اقدرش استخدم الفا وبيتا، ليه؟ لان مفيش سيمتريه، هنا لازم ازيها، هنا مفيش، هنا مثلث وهنا ايه؟ قائمه. هنا نفس الكلام ما اقدرش استخدم الفا وبيتا، استخدم ايه؟ عشان الماكسيموم مش في النص، لازم تكون القيمه الماكسيموم من النص، الحته دي بوظت الرسم، يبقى استخدم سمشن اريا على الاسبان، سمشن اريا على الاسبان، وهكذا. طب هنا الماكسيموم في النص والحمل من الاول للاخر، استخدم الفا وبيتا. طب هنا ما اقدرش استخدم الفا وبيتا، استخدم اللي هي سمشن اريا على الاسبان. يبقى احنا ممكن من الاخر نريح دماغنا، ممكن نستخدم سمشن اريا على الاسبان زي ما تحبوا، مفيش مشاكل يعني.
طيب الحاجة اللي بعد كده عند وجود أكثر من حمل، يعني مثلا لو الكاميرا دي عليها حمل دوت وعليها حمل تاني، ما ممكن يبقى من الناحية دي ومن الناحية دي، إيه اللي هيحصل بقى؟ الحمل ده الأولاني اللي فوق ده أقدر أستخدم له ألفا وبيتا، طب اللي تحت دوت لا ده مش مستمر للآخر، يبقى ده أستخدم له سمشن أريا على الإسبان. أهو بصوا أول حاجة قال لك عبارة عن دبل واحد اللي جاية من هنا، ودبليو 2 اللي جايه منين؟ من المثلث. قال لك دبليو 1 ايه؟ استخدم الفا وبيتا او الفا، ودبليو 2 استخدم لها سمشن اريا على الاسبان بتاع المثلث. او نفس الكلام هنا، هيبقى الشكل بتاعنا كده سمشن اريا على الاسبان. ناخد مثال للكلام ده عشان نوضح الامور ماشيه ازاي. لو انا عندي بلاطه بالشكل ده، ودي بيجي لك في الامتحان زيها كده، يعني هتمشي لو انت لو ذاكرت المثال زي ده بيجي زيه في الامتحان، او يعني ايه مع اختلاف الاشكال يعني. يعني يغير لك الاسبانات، يغير لك الشكل نفسه، بس انا بتكلم على البروسيدورز نفسها، خطوات الحل نفسها يعني. خلاص؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ يقول لك المسافه اللي عندك دي في بلاطه 3 في 3، وبلاطه هنا 3 في 3، وبلاطه 4 في 6، وفي كانتليفر 1 ونص. مديك التي سلاب سمك البلاطات دي كلها 120، الفلورين كفر اللي هو التشطيب 1.5 كيلو نيوتن على المتر مسطح، اللايف لود مديهولك 2 كيلو نيوتن على المتر مسطح، الاون ويت بتاع البيم مش عاوزك تحسبه هنا اهو مديهولك هو جاهز 1.5 كيلو نيوتن بير متر داش، وقلت لك ايه؟ درو نورمال فورس دايجرام بندنج موم دايجرام فور اول بيمز. اول خطوه حضرتك هتبدا تعملها في المسائل تحدد الوان واي والتو واي، تحدد الوان واي والتو واي. نمسك اول حاجه الكانتليفر ده غصب عني من غير ما افكر ده وان واي سلاب، يعني هقول هو على طول بيمشي كده وان واي سلاب. خلاص اجي بعد كده امسك البلاطه اللي هي دي هعمل ايه؟ هقول الطول الكبير بتاعها اللي هو 6، والطول الصغير بتاعها اللي هو 3 اللي هو 4، الطول الكبير بتاعها اللي هو 6 والصغير 4، يبقى 6 على 4 فيها ايه؟ فيها 1.5، اقل من 2، ادم اقل من 2 تبقى 2 واي سلاب. عشان كده اعمل ايه؟ اجي من كل ركن منها اعمل زاويه 45 درجه، زاويه 45 درجه، زاويه 45، يتقابلوا في نقط اوصل بينهم، يبقى اذا ده كده شبه منحرف هيروح للكاميرا دي، وده كده مثلث هيروح للكاميرا دي، وده شبه منحرف هيروح للكاميرا دي، وده ايه؟ مثلث هيروح للكاميرا دي. دي اول بلاطه. امسك الثاني بلاطه اللي هي دي، الطول الكبير بتاعها 3 والصغير 3، 3 على 3 فيها الواحد، يبقى اقل من 2 يبقى 2 واي سلاب. طب اعمل ايه؟ اجي عند كل ركن اعمل زاويه 45 درجه من هنا، واعمل زاويه 45 درجه من هنا، وزاويه 45 درجه من هنا، من كل ناحيه يتقابلوا في نقطة، يبقى إذا قسمناها يبقى المثلث ده يروح هنا، المثلث ده يروح هنا، المثلث ده يروح هنا، وهكذا للشكل قدام. نفس اللي عملناه هنعمله تحت هنا، البعد الكبير على الصغير هتلاقي إيه؟ اتقسمت لأربع مثلثات، كل مثلث هيروح للناحية بتاعته عشان هي تو واي سلاب. خلاص؟ طيب يبقى دي أول خطوة حضرتك بتعملها. الخطوة 2 بتحسب وزن البلاطة. خطوة 2 بتحسب وزن البلاطه. طب وزن البلاطه بيساوي ايه يا شباب؟ قلنا من شويه في قانون اسمه اللي هو احنا خدناه عباره عن وزن البلاطه في سلاب في كثافه البلاطه او خرسانه جاما كونكريت، زائد التشطيب اللي هو الفلورين كفر، زائد اللايف لود بتاعي اللي احنا قلنا عليه. فتي سلاب 1.2 عشان قايل لك في اول مساله 120 مللي، يبقى بحطها بالمتر، كل حاجه تبقى هنا بالمتر. وكثافه الخرسانه انت بتبقى حافظها ب 25 كيلو نيوتن على المتر مكعب. فلورين كفر انا مديهولك في المساله ب 1.5، واللايف لود انا مديهولك في المساله ب 2، تعوض يبقى اذا وزن البلاطه 6.5 كيلو نيوتن على المتر مسطح. طلع لي 6 بس انا المتر مسطح ده ما يعجبنيش، انا لازم احوله متر داش وانا بعمل الكاميرات، هنعرف كمان شويه ازاي نعمل. هنمسك كاميرا بقى. نمسك اول حاجه بي 1 هنا. خلاص بي 1 شايله ايه؟ شايله شبه مستطيل وشايله شبه منحرف. شايله مستطيل هو دوت 1.5 وشبه منحرف، والاسبان بتاعها قد ايه؟ الاسبان بتاعها 6 متر اللي هي دي. طب اعمل انا ايه بقى حضرتك؟ اول حاجه الشبه منحرف ده
الشبه منحرف ده لازم اجيبه ازاي عشان احوله؟ انا عاوز احول ده كله، عاوز احول الشكلين دول لرسمه واحده، رسمه واحده عليها حمل موزع خلاص اسمه دبليو خلاص، وده ال عشان اجي ارسم لها المنيو، ورسمه تانيه، رسمه تانيه اعمل ايه؟ الرسمه دي هيبقى دبليو وطولها ال عشان ارسم منها الشير، يبقى في رسمه هرسم منها المومنت ورسمه هرسم منها ايه؟ الشير. طب ارسم الرسمه ازاي؟ قال لك عشان ارسمها هي عباره عن ايه؟ الاون ويت بتاع الكاميرا عارفينه. ايه تاني؟ وزن الحيطه، هو ما ذكرليش حيطه، هو ما ذكرليش في المساله في كثافه الحيطه بكذا، يبقى ما فيش حيطه، يبقى تهمل تهمل خلاص؟ يبقى زائد وزن البلاطه. طب البلاطه عندي فيه شبه منحرف وعندي ايه؟ مستطيل. المستطيل ده وان وي سلاب اعرف احسبه. طب شبه منحرف لازم اجيب ايه؟ الفا وبيتا. ليه؟ ينفع استخدم الفا وبيتا؟ اه، عشان هو من اول المساله لاخرها والماكسيموم في النص عادي. طب اجيبها ازاي؟ يبقى اقول الطول الكبير يعني 6 على 2 اكس، اللي هو 2 اكس، اكس دي دي باكس. يعني الطول الكبير على الطول الصغير يبقى 4، 6 على 4 في 1.5. اخش على 1.5 على الجدول، على الجدول ده الطول الكبير على الصغير 1.5، طلعت الفا بكام؟ 0.853 وبيتا 0.667. بصوا هتلاقيها فعلا انا كاتبها هنا، الفا هنا 0.853 وبيتا 0.667، دي بالنسبه للشبه المنحرف. طب بالنسبه للمستطيل، المستطيل لا، هي الفا بواحد وبيتا بواحد، يعني اكني ما بضربش فيهم خالص. هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اه، هقول لود فور شير، يعني اللود اللي هرسم منه الشير فورس عبارة عن ايه؟ وزن الكاميرا زائد مفيش حيطة، مفيش حيطة، فبالتالي بصفر، زائد وزن البلاطة بالنسبة للجزء بتاع المستطيل، زائد وزن البلاطة اللي جاية على الكاميرا دي بالنسبة للشبه المنحرف. أنا رسم لك فيهم اهو. طب الأنويت نفسها بكام بتاع الكاميرا؟ أنا مديلك المسألة بثلاثة. طب وزن البلاطة بكام؟ حسبناه إحنا ب6.5 لو تفتكر. في طول الكانتليفر، طول الكانتليفر أهو 1.5، طيب 1.5 ده بالنسبة، الحته دي بالنسبه للمستطيل اللي هو ده، خلصناه كده. شبه منحرف اروح اعمل ايه؟ انا بحسب لود فور شير، عشان بحسب لود دايما البيتا بتتاخد مع لود فور شير. يبقى اذا اقول ايه بقى؟ لود فور شير انا بخش على الجدول، البيتا بكام؟ بثلثين، ثلثين اللي هي 0.667، عشان كده كتبت ثلثين اهو، دي اللي هي 0.667 اللي انت جبتها من الجدول. وزن البلاطه اهو 6.5 مضروبه في ايه؟ في الطول اللي هي شايلاه، اللي هو الطول ده شايله قد ايه؟ الحته دي قد ايه؟ 2 اللي هي 4 على 2 طلعت بكذا. نفس المعادله هنعملها لود فور مومنت، يبقى المعادله القيمه دي اخدها وارسم منها الشير، احطها كده وارسم الشير منها خلاص. نفس المعادله لود فور مومنت، عشان عاوز ارسم المومنت اخد نفس المعادله، بس كل حاجه هي، بس اشيل البيتا دي واحط مكانها ايه؟ الفا. يبقى دايما الفاكتور الفا، الفاكتور الفا هو بيترسم منه، بستخدمه عشان ارسم منه المومنت، والبيتا بستخدمه عشان ارسم منه الشير فورس خلاص. يبقى اذا اقول 3 زائد 6.5 اللي هو ده في طول الكانتليفر 1.5 مفيش مشاكل. الفا اللي انا جبتها من الجدول اللي هي الرقم ده خلاص، في دبليو سلاب في ايه؟ في ال على 2 اللي هو البعد ده على 2 بس. واروح واخد بقى الحمل ده كمان احطه على الكاميرا تاني اللي هو ده، وارسم المومنت. المومنت هنا بيساوي كام بقى يا شباب؟ دبليو ال سكوير على 8، دبليو اللي هو ايه؟ 23 وشويه، وال اللي هي 6 متر على 8، اداني المومنت 100 وشويه. هو ده، خد المومنت ده بقى اصمم عليه. فاكرين التصميم؟ اقول الدي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت وهكذا، اللي انتوا امتحنتوا فيه. وبعد كده اقول حديد التسليح بيساوي كذا وابدا اصمم عليه. طب ناخد مثال تاني، بي 2، الكاميرا بي 2 شايله ايه؟ بي 2 بقى شايله شبه، شايله مثلثين. بي 2 لو انتوا خدتوا بالكم كده شايله ايه؟ مثلثين. طيب هنبدا، ارتفاع المثلث كام فيهم؟ ارتفاع المثلث ده لو ده 3 يبقى ده 1.5. نشوف بقى كده اللي هيحصل اهو، بي 2 شايله مثلث ومثلث، كل واحد ارتفاعه ايه؟ 1.5. طيب يبقى انا اخش على الجدول، عشان ده شكل لازم، ادم ده منتظم لازم اجيب له الفا واجيب له بيتا، وده زيه هم متماثلين خلاص. الفا بيتا اجيبها ازاي؟ اقول 3
على ضعفين 3 على 3، يعني 3 على 2 اكس، دي اسمها اكس. يبقى 3 على 3 يديني 1. اخش على الجدول كده يا شباب اللي هو ورا ده، اهو 3 على 3 فيها 1، يبقى الفا بكذا وبيتا بكذا. اطلع بقى احطهم قدام عينيا كده، اهو الفا بكذا وبيتا بكذا، وامسك نفس الكلام، مره احسب لود فور شير ولود فور مومنت، واحده ارسم منه المومنت وواحده ارسم منه الشير. طب لود فور شير عباره عن ايه؟ اللي هي دبليو بيتا، الاون ويت بتاع الكاميرا اللي هي ب 3، زائد ايه بقى؟ دبليو سلاب في البعد بتاع الايه؟ الجزء اللي شايل اللي هو ال على 2 ده اللي هو 1.5، مضروب في بيتا، بيتا اللي انا جبتها من الجدول. خلاص؟ وضربتها في 2، ليه في 2؟ عشان المثلث فوق واحد زيه تحت. طب لود فور مومنت، يبقى اخد القيمه دي الاول قبل ما اخش على دي، اخدها احطها على الكاميرا هنا وارسم الشير، اللي هي هنا يبقى دبليو في ال على 2 وده دبليو في ال على 2. اه نفس الكلام هنقول دبليو الفا، الفا دي بتاعه المومنت، يبقى اون ويت بتاع الكاميرا ب 3 زائد 2 ده عشان عددهم 1 2 هم 2 زي بعض، الفا في دبليو سلاب في البعد ده على في البعد ده، يعني اللي هو 1.5 اللي هو يعني معنى صح 3 على 2. وناخد الرقم ده احطه على الكاميرا تاني وارسم منه المومنت اللي هو دبليو ال سكوير على 8، دبليو ال سكوير على 8، والدبليو اللي هي 16 وال ال اللي هو 3 البعد ده على 8 اللي هي ثابته في القانون. خلاص؟ نفس الكلام بقى للكاميرا بي 3، بي 3 لو خدتوا بالكم نرجع لبي 3 كده اللي هي دي. بي 3 مين بقى؟ متشاله هنا بسبورت ومتشاله هنا بسبورت، وهنا بقى ايه؟ البي 2 ديت سند عليها. ليه؟ عرفت ازاي؟ الكاميرا دي مستمره، دي مقفوله، يبقى دي الكاميرا الرئيسيه اللي شايله ودي كاميرا رئيسيه، انما بي 2 كاميرا ثانويه سند عليها. فادام بي 2 دي سند عليها يبقى بتعمل عليها رياكشن، بتسند عليها. خلاص؟ الرياكشن بتاع اللي هيجي على ده منين؟ مش انت عندك بي 2؟ روح على بي 2 كده اللي هي دي، شايف الشير ده؟ الشير هو ده الرياكشن، الرياكشن اللي هنا ده هو الشير. يبقى لما تيجي تاخد بي 3 شايف الرياكشن ده اللي هو 19 اللي هو الشير، عشان كده بنجيب الشير عشان ننقله على الكاميرا اللي هي ايه متشاله عليه. طب وشايله قد ايه بقى البي 3 ديت؟ شايله مثلث ومثلث وشايله ايه؟ شبه منحرف، وشايله الرياكشن بتاع بي 2. اه لو بصينا كده هنلاقي ايه؟ شايله مثلث ومثلث، لا ده بي 3 اهي، مثلث ومثلث وشبه منحرف والرياكشن بتاع بي 2، والابعاد كلها موجوده. نشوف بقى واحده واحده. شايفين الشبه المنحرف ده؟ ده من اول السبورت لغايه السبورت، والماكسيموم في النص، يبقى ده اجيب له الفا واجيب له بيتا، يتعامل معاه الفا وبيتا. شايفين بقى اللي فوق ده؟ المثلث ده والمثلث ده ناقص هنا في النص، مش الماكسيموم مش في النص، الماكسيموم ده على الطرد، يبقى ده ما اقدرش استخدم له الفا وبيتا، لازم استخدم له ايه؟ سميشن الاريا على السبان. خلاص؟ واحد يقول لي طب يا دكتور ممكن استخدم كله سميشن على السبان؟ ممكن تستخدم سميشن، ما تستخدمش الفا وبيتا خالص. خلاص؟ بس احنا لازم اعلمها لك عشان تبقى فاهمها. طب نمسك بقى واحده واحده، يبقى اذا بتاع المستوى شبه منحرف لو شبه منحرف اجيب له الفا وبيتا من الجدول. خلاص؟ بتاع المثلث يبقى سميشن اريا على السبان. ابدا اعوض ازاي بقى؟ اقول له لود فور شير عباره عن ايه؟ وزن بتاع الكاميرا اللي هو ب 3، زائد امسك الشبه المنحرف الاول، شبه المنحرف اللي هو ده دوت، هستخدم له الفا وبيتا؟ اه هستخدم له الفا وبيتا. يبقى اذا اقول بيتا في دبليو سلاب اللي انا حاسبها اول مره في البعد ده قد ايه؟ في البعد ده قد ايه؟ خلاص؟ زائد المثلثين اللي هو عشان كده عامل لك رسمه للمثلثين، اجيبهم ازاي؟ ينفع سميشن، ينفع الفا وبيتا؟ ما ينفعش، يبقى اعمل سميشن اريا على السبان. يبقى اقول سميشن اريا على السبان، يعني ايه سميشن اريا على السبان؟ اقول مساحه المثلث ده نص القاعده نص 3 في الارتفاع 1.5، زائد المثلث ده نص القاعده في الارتفاع 1.5، مجموعهم هيديك 0.75 على السبان، تقسمه على السبان ل 6 هيديك 0.75، سوري. خلاص؟ اروح ضربهم في دبليو سلاب، طلع لي الرقم ده، اروح واخد ده كده واحطه على الكاميرا، الحمل ده احطه على الكاميرا كده اللي هو 16 وشويه 0.5، واروح راسم الشير. ارسم الشير ازاي؟ اللي هو هنا القيمه دي تبقى دبليو ال على 2 والناحيه الثانيه زي عكسها، وتوصل بينهم بخط مستقيم، يبقى ده موجب وده سالب. خلاص؟ طب اللود فور، لود فور مومنت، لود فور مومنت نفس القانون اللي فوق يتحط تاني، بس بدل البيتا تبقى الفا.
بدل الحته اللي فيها بيتا تبقى الفا، وتجيب الحمل ده وتحطه على الكاميرا، وبعدين ترسم المومنت دبليو ال سكوير على 8. اهو ده اللي احنا عملناه هنا، اهو رسمنا اهوت، حطينا الحمل، بس هنا كان في قوه مركزه حطيناها، ونبدا نجيب الرياكشن وتبدا تطلع وتمشي شغل الاستراكشر بقى اللي انتوا خدتوه قبل كده وهكذا. والمومنت هيبقى هنا دبليو ال سكوير على 8 زائد بي ال على 4. ليه؟ عشان في قوه مركزه اللي جايه من تاني. طب نيجي بي 4 بقى، بي 4 اللي هي دي، اللي هي دي عباره عن ايه؟ شايله مثلث ومثلث، وشايله رياكشن جاي لها منين؟ من بي 3، لان بي 3 هي اللي ساند عليها، لان دي هي المستمره، بي 3 اللي ساند عليها. يبقى اذا الرسمه بتاعتك تبقى بي 4 عباره عن ايه؟ مثلث ومثلث، ورياكشن جاي منين؟ جاي من بي بي 3. اجيب بي 3 ازاي؟ ما انت راسم الرسمه بتاعت بي 3، خد الرقم ده اللي هو اول حاجه عند السبورت احطه هنا اهو، اللي هو في اللي هو ال 59.16 ده كيلو نيوتن، هتبدا تحطه بالشكل ده. طب هنا بقى ما اقدرش استخدم الفا وبيتا، ليه؟ لان هنا مثلث ومثلث، والحته اللي في النص فاضيه مش مستمره ومش قادر، ومفيش سيمتريه، فلازم اصمشن. اعمل ايه؟ استخدم سمشن اريا على الاسبان. ففي حاله السمشن اريا على الاسبان، اللود بتاع الشير او اللود بتاع المومنت بيساوي بعض، يعني بتحسبهم مره واحده بس، دبليو بيتا ودبليو الفا بتتحسب مره واحده بس، بيبقى عباره عن اون ويت بتاع الكاميرا اللي هو بثلاثة انا مديهولك، زائد سمشن اريا على الاسبان. يعني احسب المثلث ده مساحته كام؟ نص القاعده في الارتفاع، زائد مساحه المثلث الثاني نص القاعده في الارتفاع، جمعهم يقسمهم على الاسبان اللي هو 7 الاسبان كله، يديك ايه؟ 0.89. اضربهم في دبليو سلاب اللي هي حاسبينها من الاول، اللي هو يديك الوزن. تاخد ده بقى حضرتك وتحطه على الكاميرا، وتحط القوه المركزه اللي جايه من بي 3، وترسم الشير ونفس القيمه دي، وترسم المومنت، وخلاص على كده. طب بي 5، بي 5 فين؟ بي 5 يا شباب اهي، بي 5 اللي على الطرف دي شايله ايه؟ مثلث ومثلث، ورياكشن جاي لها من ايه؟ من بي، من بي 2. خلاص يبقى كده بي 5 بتساوي مثلث مثلث، ورياكشن جاي لها من بي 2، اروح على بي 2 اجيب الرياكشن بتاعها من شير فورس دايجرام. نفس الكلام، ما ينفعش استخدم الفا وبيتا، استخدم سمشن اريا على الاسبان، يعني مساحه المثلث ده نص القاعده 3 في الارتفاع 1.5 في 2، واقسمهم على الاسبان 6 متر، يديني 0.75. يبقى لود فور شير بيساوي لود فور مومنت. يبقى اذا الدبليو بيتا بيساوي دبليو الفا بيساوي وزن الكاميرا زائد سمشن اريا على الاسبان في دبليو سلاب. طلع لي الرقم ده، اخده واحطه على الكاميرا، وفي رياكشن جاي، احسب الرياكشن واطلع وامشي نقط، وانزل القيمه بتاعت الجزء ده هيتقسم، وانزل واوصل بين ده وده، وبعد كده في دروب في الرياكشن اللي هو 19 شويه، شغل الاستراكشر بقى، يعني تمشي كده وهتوصل ده بده. والمومنت حضرتك هتجيب هنا دبليو ال سكوير على 8 بتاع الحمل الموزع، زائد بي ال على 4 بتاع القوه المركزه، وترسم المومنت الاثنين، وتاخد المومنت ده هو ده اللي بتصمم عليه، تقول بقى دي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت على اف سي يو في الدي. وبعد كده تخش تفرد دي ب1.5 وتجيب الدبس، دي 3.5 اسف، وتجيب الدبس، وبعد كده تجيب الجي من الجدول، وتبدا تجيب حديد التسليح قد ايه. خلاص كده يا شباب؟ في مشكله لغايه دلوقتي في الجزء ده؟ انتوا نمتوا لا ده. تمام يا دكتور. في حاجه مش مفهومه؟ هو ده اللي بيجي في الامتحان، هيجي اقول لك مثلا بلان زي ده، واقول لك احسب لي مثلا الكاميرا الفلانيه لود فور شير ولود فور مومنت قد ايه؟ تمام خلاص. هبعت لكم الجواب بقى على الجروب. اللي مش لاقي اسمه يقول لي، او اللي كاتب اسمه باسم ملخبط كده مش عارف هو مين، عشان غياب ما يضيعش عليه، يبقى هو حاضر وغيابه مش موجود، يبقى حرام يعني. ماشي يا دكتور، خلاص وصل. ماشي، اشوف بس اخر اسم ايه. اسامه، اسامه حسن. في بقى اخر واحد اللي هو يوسف، النهارده كام يا شباب؟ 16 يا دكتور.
15 النهارده. 15 اياد، وصلنا اياد يوم 15 12 20 20. تمام يا شباب، خلاص انا هبعت لكم تسجيل الفيديو. انتوا معاكم المحاضرات كامله ولا بعتها لكم؟ ده هي المحاضرة موجودة تقريبا. يعني كل المحاضرات معاكم صح؟ اه اللي هو البي دي اف الكبير شامل كل حاجة. اه خلاص، يبقى انتوا عاوزين الفيديوز بس. خلاص هبعت لكم الفيديو بعد ما اخلص ان شاء الله. تمام يا دكتور، يلا سلام يا سلام يا شباب، مع السلامه. مع السلامة.